إن شاء الله هنشوف دلوقتي إزاي نشوف خصائص الميل الأكاديمي، إزاي نفعل الميل الأكاديمي، إزاي نعمل ريسيت للباسورد، إزاي ممكن نشيل مستخدم، نضيف مستخدم، نعدل بيانات مستخدم. أول حاجة زي ما إحنا عارفين هندخل على موقع أوفيس 365، تمام؟ نيجي هنا نعمل لوجن. طيب مجرد ما ندخل اليوزر نيم والباسورد بتاعنا احنا ندخل على الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي اللي هي صفحة الادمن، يعني بمعنى صح تمام دي صفحة الادمنستريتور. طيب كل اللي يهمنا من الصفحة دي ايه؟ هي الحتة دي، الحتة بتاعت الادمن دي. مجرد ما نفتحها كده اهو هتظهر لنا الصفحة بالشكل دي، يقول لي هنا يوزر مانجمنت اللي هو التحكم في خصائص المستخدمين. طيب اول واحدة عندي هنا اللي هي زي ما يعني لو حد جالك وقالك عايز انشط الميل الاكاديمي بتاعي، يعني ازاي تنشطه؟ هو بمعنى صح انك تعمل له ميل اكاديمي، يعني هو ما بيكونش ليه ميل اكاديمي، انت بتعمل له ميل اكاديمي وبكده انت تكون مثلا نشطت الميل. طب نعمل ده ازاي؟ نيجي من على اد يوزر، هيفتح لي الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي، تمام؟ هيبدأ هنا دخل عندي هو اسمه مثلا احمد علي، هنروح احمد علي، تمام. طيب display name الاسم بتاعه اللي هو عايز يعرضه، اه خلاص احمد علي. طب اليوزر نيم، اليوزر نيم دوت اللي هيبقى اخو النطاق اللي هو سيت دوت منوفيه دوت اي دي يو دوت او جي، تمام. هندخل له هنا اسم مثلا وليكن احمد دوت علي مثلا، بيقول لي اليوزر ده مش نافع، ده موجود. طيب هندخل له ارقام مثلا ليكن، تمام خلاص ده صالح اهو. انا دخلت له ارقام مثلا مختلفه اهوت عشان يبقى، عشان ده كان موجود احمد علي ده كان موجود، خلاص ده مش موجود، خلاص ما فيش مشكله هياخده عنده. بيقول لي هنا اوتو جينيريت باسورد، ان اخلي الموقع هو اللي يولد لي باسورد، وهيكون هتكون يعني قويه وكويسه. طيب ليت مي كرييت ذيس باسورد، لو انت بقى عايز تدخله انت الباسورد بس خليه جينيريت احسن. بيقول لي require this user change their password when key first sign in، يعني اخلي المستخدم ده بمجرد ما يسجل الدخول لاول مره يغير الباسورد. لا عادي ما فيش مشكله، انا هسيبها زي ما هي كده. وهنا يقول لي send password in email، يعني ان ابعت الباسورد للمستخدم ده على ايميل معين. انا خلاص مش هبعت ولا اقول له اعمل غصب عنك، اقول له next sign. طبعا هنا الدوله مصر، انت تمام خلاص مش شغال اي حاجه في الحاجات دي، تمام. نقول له نيكست، تمام. طيب خلاص تمام، واقول له نيكست خلاص، هقول له هنا فينيش ادينج، تمام. احمد علي ادد اكتيف يوزر، احمد علي دلوقتي هو بقى فعلا اكتيف على قاعده البيانات بتاعت الجامعه او على الميل الاكاديمي عموما، تمام. طيب خلصت اهوت. طيب عايز دي بقى الحاجه بتاعته، البيانات بتاعته او الديتيلز بتاعته. طيب هعمل ايه؟ كل اللي على حضرتك هتروح واخد اليوزر نيم والباسورد وخدهم كوبي بيست كنترول سي، ومثلا بعتهم بقى للطالب، بعتهم للي يهمه الامر عموما يعني، او تحطهم عندك مثلا في مفكره ولا اي حاجه وبعدين تبعتهم له، تمام. وليكن مثلا نروح عاملين تكست دوكيمنتس كده ونحطهم في كنترول في، تمام. وهنعمل له سيف، خلاص ادي عندي بتاع احمد اليوزر نيم والباسورد بتاع احمد علي كده، تمام. كده عندي انا ضفت مستخدم جديد، وده لما حد يجي يقول لك نشط لي الميل الاكاديمي حضرتك بتعمل معاه كده. طيب اللي بعدها ايديت يوزر، طيب احنا ضفنا ميل اسمه احمد علي صح؟ طيب احمد علي ده جالك وقال لك مثلا والله انا مثلا الايميل بتاعي فيه مشكله ومش عارف ايه، انت عايز تعدل فيه، تعدل فيه ازاي؟ حضرتك تفتح ايديت يوزر وهندخل احمد دوت علي، احنا عملناه ده تمام تقريبا، هو ده اللي احنا كنا عاملينه. طيب نتأكد تاني نشوف،
هو كان أحمد علي 15/6/98، 15/6/98 أهو هو ده. تمام، طيب هعمل إيه فيه؟ طيب إيه اللي عندي صلاحيات ليه؟ ممكن أعدل له اليوزر نيم. طب أنا عايز أعدل اليوزر نيم، حضرتك هتضغط على إيديت هنا أهو وهتبدأ تعدل اليوزر نيم. اليوزر نيم بتاعه مثلا الأرقام دي هو مش حافظها، مثلا روح مسحها وكاتب مثلا 2020. تمام، واروح قايل له سيف مثلا، شوف عد اه عد لو this username email information has been updated. طيب خلاص هو كده اتعدل بقى 2020. تمام، طيب طبعا ممكن البيانات دي كلها حضرتك تقدر تعدل فيها. تمام، في مشكلة لحد دلوقتي؟ لا الحمد لله. طيب في دلوقتي حاجة مهمة جدا، طالب اخذ الميل بتاعه ونسي الباسورد، طب هتعمل ايه؟ حضرتك هتروح داخل على اديت يوزر اللي هي دي اهي، اديت يوزر، وهنجيب الطالب ملياس احمد علي اهو. حضرتك لو حضراتكم ملاحظين اهو اتغير بقى احمد علي 2020، هنختاره. تمام، وهنروح عاملين كل حكايه بسيطه جدا، هنروح عاملين نضغط هنا على ريسيت باسورد. تمام، بيقول له اوتو جنريت ولا انت عايز تعمله باسورد؟ هقول له مثلا انه بادي، ما لا ما تعملوش انت جنريت، انا هعمله باسورد، وليكن مثلا هعمل له حرف ايه كابيتال واي سمول، مثلا 2020 اهو، واقول له ريسيت. تمام، بيقول لي كلمة السر ضعيفة، فأنا الأفضل إن أسيبها أوتو جنريت، وأقول له ريسيت أهو. خلاص تمام، بيقول لي ابعت الباسورد للطالب اللي هو أحمد علي ده على إيميل، بيقول لي حط الإيميل هنا عشان تبعت له عليه. لا أنا مش هبعت له، هو هي الباسورد الجديدة أهي، هاخدها كوبي وأروح رايح مثلا لازقها هنا في الدوكيومنت، او بعت للطالب بقى ايا كان اهو الباسورد الجديد. خلاص اهي شيل دي كنترول دي، تمام دي الباسورد الجديد بتاعت الطالب. بكده انا عملت ريسيت الباسورد. تمام، طيب خلاص هنقفل دي. طيب بلوك ساين ان، يعني اقفل على الطالب ده ما يعرفش يعمل تسجيل دخول، يعني مثلا لو طيب او مثلا اهو لو عملت له بلوك بيقول لي خلي بالك انت الطالب ده لو عملت له بلوك مش هيستطيع ان هو يسجل دخوله على الـ على الـ على 365 تاني اهو. بيقول لي بلوك ذيس يوزر فروم ساين ان، اقول له اه سيف انا عايز اعمل له بلوك، هصبر عليه. تمام، بيقول لي ساين ان ستاتس از ابديت فروم الاود تو بلوك، الطالب ده معمول له بلوك. تمام، طيب هيجي لي هنا، شفت بقى اتغيرت، هنا كانت بلوك هنا ان بلوك. تمام، فانا طبعا هعمل له ان بلوك لانه عايز يسجل. تمام، اقول له سيف. طيب خلاص ان بلوك. طيب هنا ممكن ديليت يوزر، اشيل اليوزر ده خالص، اشيل المستخدم من على الموقع 365. وده مثلا لو مثلا بتوع فرقه رابعه مثلا خلصوا ولا كده، ممكن مثلا نشيلهم من على الموقع. طيب ده فيما يخص اللي هو اديت يوزر. طب ريسيت باسورد نفس الكلام، بس هو حاططها لي في حته لوحدها. هنيجي هنا، لو حضرتك مش عايز تدخل على edit a user هتدخل على set password، تيجي هنا تبحث عن المستخدم احمد دوت تعالي اهو. تمام، هو انت عملت له select اهو. تمام خلاص، انت اللي اعمل له select اهو، هيقول لك بس reset. اه هقول له reset وابدا اهو، اضغط له اوكي. خلاص قال reset تمام، وطلع لي الباسورد بتاعته الجديد، خدها كوبي نفس الكلام وابعتها للطالب اهي، ولا في اي مشكله. تمام، طيب اللي بعدها في حاجه هنا اسمها ديليت يوزر، عايز امسح هو الطالب احمد علي. تمام اهو، اقول له امسح المستخدم دوت، اقول له سيلكت اوكي،
يقول لي خلي بالك this user doesn't have any license signed، يقول لي المستخدم ده كل بياناته هتتمسح، خلي بالك كل الايميلات، كل اللي هو حاطه على على اللون درايف، كل اي حاجه. تمام، اقول له ماشي انا عايز اشيله خلاص. بيديك تحذير تاني اخر مره، اقول له confirm change delete user احمد علي. تمام، سيب زيف سامبل. تمام خلاص، قوله كلوز. طيب لو جيت هنا بقى عشان ابحث عن احمد علي اللي انا مسحته، احمد علي اللي هو 2020، خلاص ما عادش موجود في الناس دي، انا خلاص دلته بالفعل. تمام، وبكده يبقى احنا شفنا ازاي نكتب الميل الاكاديمي، وازاي ممكن نعدل فيه، نضيف مثلا عليه نغير الباسورد وكده، وازاي نعمل ريسيت للباسورد، وازاي نشيل مستخدم خالص من على قاعدة البيانات.